فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعارضه جبريل بالقرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يعارضه في كل ليلة، وكان ذلك في كل الأوقات والأزمنة والسنوات، إلا في العام الأخير عارضه مرتين. هذه المعارضة من جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن تدل دلالة ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف. أولاً، زيادة العناية بالقرآن في رمضان من أكثر تلاوته وغير ذلك، وأيضاً من استحباب مدارسته والاجتماع من أجله. يمكن التلاوة حاصلة، أغلبنا يتلو القرآن بعد الصلوات أو في الفراغ، لكن المدارسة، وقد وردت أيضاً يدارسه القرآن، المدارسة والاجتماع له، هل هذا موجود؟ هذا نادر وقليل، وربما تمر سنوات ورمضانات كثيرة لم يحصل هذا في حياة الإنسان. ثالثاً، قال: وأيضاً يستحب أن يعرض القرآن في رمضان على من هو أحفظ له، يعني للقرآن، يعني إذا كنت حافظ القرآن تعرض على غيره، إذا كنت متقن للقرآن تعرض على من هو أفضل منك إتقاناً، إن لم تكن متقناً ابحث عن أحد حلقة أو غير ذلك اجلس فيها، اعرض عليه القرآن، اجلس معه يعلمك القرآن. فهذا من التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وأيضاً هو من العناية بالقرآن في رمضان.